يا دعاء الأنبياء، يا طريق للسماء، يا حروفا في سناها، كل أبواب العطاء. كم نبي ألهم الله بوحي في دعاء، فاغفرنا إذ دعونا بدعاء الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. لازلنا في دعوات سيدنا إبراهيم الخليل التي في سورة الشعراء، قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. حكى الله سبحانه وتعالى عن هذه النتيجة لهذه الدعوات، قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، فجعل الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم هذا الحكم العظيم وهذا الملك الكبير وهذه الذرية المباركة العظيمة. ثم قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال بعضهم أن لسان الصدق هذه التي جعلها الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم هي هذه الأخبار التي أخبر عنه والآداب التي بقيت من بعده، وبعضهم قال لسان الصدق هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اجعل لي لسان صدق في الآخرين، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعده بقرون طويلة فصدقه وأخبر عنه وقام في مقامه وأحيا شعائره ومناسكه عليه أفضل الصلاة والسلام. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. وطلب الجنة هذا أمر لا شك فيه. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. والكلام عن دعوة سيدنا الخليل إبراهيم لأبيه والخلاف حول هل هذا كان والده أو لو يكن أبوه، والأولى أن يقال من خلال مجموع الأدلة أن آزر كان عمه ومربيه وليس بأبيه، لأن سيدنا الخليل إبراهيم هناك دعا ربي اغفر لي ولوالدي في آخر دعواته، وقد منع من الاستغفار لآزر، فدل ذلك على أن آزر هذا كان مربيه وأن والده قد توفي صغيرا. على كل حال، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، سعة الصدر والمحاولة الدؤوبة المستمرة. يعني ينبغي للعبد أن يستمر في طلب الهداية ولا ييأس من روح الله ولا من فضل الله إلا إذا منع. هؤلاء أنبياء كان هؤلاء الأنبياء يتلقون وحي من الله سبحانه وتعالى، وإنما منعنا نحن عن الاستغفار لمن مات كافرا وثبت عندنا أنه مات كافرا، وأما غير ذلك فليجتهد الإنسان. ولذلك قالوا من أقوى أسباب الدعوة والهداية طلب هداية الناس من الله الذي بيده الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا أنا إذا أردت الهداية لأولادي، إذا أردت الهداية لجيراني، إذا أردت الهداية للناس، فإنني أدعوهم وأرشدهم بلساني، ولكن أتضرع إلى الله أن ينزل على قلوبهم نور هداية يهديهم، لأن الهداية بيده سبحانه وتعالى. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رب، أنا مع دعائه سيدنا إبراهيم بالذرية المباركة وطلبه الملح على الله ببركة هذه الذرية، لكنه في النهاية قال: يا رب لا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، أنا معتمد على هذه الذرية. يا رب، أنا ما أريد هذه الذرية عشان أستفيد منهم، أنا ما أريد هذه الذرية لأنني لأنهم سيقربوني أو سينقذوني، أنا منقطع إليك، أنا مالي إلا أنت. سيدنا الخليل إبراهيم عنده الدرس الخلة العظيم لما جعله الله عقيما، ثم أتى له رزقه بإسماعيل، ثم أمره أن يذبح إسماعيل حتى يخرج من قلبه أن يتعلق بالذرية لذاته، إنما يتعلق بالذرية لتكون مقيمة للصلاة ولتحيي أمر الله سبحانه وتعالى فقط لا غير ذلك.
تحقق هذا في هذه الدعوة. قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كأنه طلب سلامة الصدر وسلامة القلب. وكذلك هنا ننوه إلى فضل الله على سيدنا محمد، فإن كان الخليل إبراهيم طلب ربه ألا يخزيه يوم يبعثون، فإن الحبيب سيدنا محمد أوتي ذلك ابتداء عطاء. قال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فدخلنا واندرجنا نحن في دائرة نبينا الذي كان أعظم وأجل اهتماما بذريته وبأمته، وكان أشد تضرعا ودعاء لهم في ليله ومسائه، في صلاته، في خلواته، في جلواته. فجزى الله عنا سيدنا الخليل إبراهيم خير الجزاء، وجزى الله عنا نبينا محمد، وجزى الله عنا الأنبياء والمرسلون، وجزى الله عنا أشياخنا وآباؤنا خير الجزاء على ما أرشدونا ونبهونا، ومن قبل ومن بعد، أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، لله الحمد الذي علمنا وأرشدنا وألهمنا ونبهنا وأسمعنا وأوصل إلينا هذه الدعوات لندعو بها فيقبلنا سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا في دائرة عبادك المحبوبين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. كم نبي ألهم الله برحم في دعائه.